بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم ثالث جولات دوري السوبر لكره السله رجال، مباراه الاهلي ومصر للتامين. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره في تمام الساعه 6، يعني بعد حوالي ساعه من الان. المباراه ليها اهميه كبيره، خاصه انها تسبق مباراه القمه الاهلي والزمالك يوم الاثنين القادم، وايضا حتى يواصل الفريق الاول لكره السله رجال سلسله انتصاراته الحقيقه من بدايه الموسم بعد تولي طبعا مستر اجوستي بوش المدير الفني وجهازه الجديد. طبعا مباراه مهمه يمكن لعده اسباب. نادي الاهلي بيغيب عنه مجموعه من اللاعبين على راسهم نجمنا الكبير ايهاب امين واحمد حمدي ومروان سرحان، وللاسف يمكن الاصابات جايه متركزه في مركز واحد، اغلب الاصابات في مركز اربعه. المركز ده اصلا النادي الاهلي كان بيعاني منه في نقص قبل بدايه الموسم، وتم تدعيمه على مدار سنتين باحمد حمدي ومروان سرحان، ولكن للاسف اصابه الاثنين في نفس المركز، مش اصابه يعني، يمكن مروان سرحان اصابه، اما احمد حمدي للاسف بعض الظروف اللي تمنعه في المشاركه مع فرقته، ولكن يبقى السكواد القوي اللي كونه النادي الاهلي على مدار سنين يستطيع ان يستوعب مثل هذه الصدمات من غياب اللاعبين. مصر التأمين الحقيقة بقيادة فنية محترمة يمكن على رأسها كابتن محمود سيد، الفريق الحقيقة بيقدم عروض جيدة جدا الموسم ده، يمكن كان أبرزها وأهمها هو الفوز على نادي الزمالك في ثلاث مباريات. بيواصل أداؤه الجيد، بيواصل إحراج الكبار الحقيقة. خلاص يمكن دوري السوبر أي حد وارد أنه يخسر وأي حد وارد أنه يكسب، عايز تفرد كلمتك لابد أن أنت تبقى قوي في الملعب وليك كلمتك في الملعب. خليني أقول لكم حاجة كمان مهمة، انه طبعا المباراه اللي فاتت يمكن النادي الاهلي لعب ثلاث مباريات، دي الثالثه النهارده او مباراتين جولتين قبل كده، يمكن لعب المباراه الاولى مع سبورتنج وفزنا، كانت بتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل، بعد كده طلعنا مباراه في الجوله الثانيه لعبنا مع مباراه المصريه للاتصالات كانت موجوده في او اتلعبت في مركز الاولمبي في المعادي، يمكن المباراه دي شهدت بعض الامور، يمكن كان النادي الاهلي متاخر بفرق اربع او خمس نقاط قبل المباراه بدقيقه ونص، ولكن استطاع النادي الاهلي انه يقلب الموازين. يمكن ملعب المركز الاولمبي فرق كتير ما بتحبش الحقيقه تلعب فيه لانه ملعب يعني بدون مدرجات فضيق شويه، ما بيديك احساس ان الملعب زحمه، ولكن طبعا النادي الاهلي استطاع انه يفوز. النهارده مباراه قويه، عندنا يوم الاثنين ايضا مباراه قويه مع نادي الزمالك. المباراه بتاتي في اطار طبعا سلسله انتصارات النادي الاهلي. النادي الاهلي السنه دي لعب 25 مباراه حتى الان، لم يخسر غلة في مباراه واحده من الاتحاد السكندري في دور النهائي او في مباراتين النهائي اللي اتلعبوا مع نادي الاتحاد السكندري في دوري المرتبط، ولكن استطاع النادي الاهلي يفوز في المباراه الثانيه وحسم اللقاء. بفكركم النادي الاهلي حصد كل البطولات في كره السله السنه دي اللي دخلها، بدايه ببطوله القاهره، مرورا بالبطوله العربيه، نهايه ببطوله المرتبط اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوزها. ثلاث بطولات دخلوا دولاب النادي الاهلي في اقل من شهرين ونص من بدايه الموسم، نتمنى استمرار هذه السلسله. قبل طبعا ما اروح لضيوف الاستوديو التحليلي، حابب اوضح لحضراتكم ان دوري السوبر 8 فرق، دوري السوبر الان 8 فرق خلاص، بنلعب دور ترتيبي، بنلعب رايح جاي. الاول بيبتدي يعني مش مهم الترتيب، بس انت بتلعب السبع فرق الاخرين ذهاب واياب، يعني 14 مباراه حتى يتم ترتيب الفرق من الاول للثامن، وبعد كده بنرد نخش على الادوار الاقصائيه، الاول بيلعب الثاني والثاني بيلعب السابع والثالث بيلعب السادس والرابع بيلعب الخامس، وبعد كده اللي بيخسر بيطلع بسلسله المباريات الاقصائيه، وبعد كده بيطلع الدور اللي بعد كده، وهكذا حتى نوصل للفاينل بيست اوف فايف، بيبقى يعني هو ده نهايه المشوار. لسه في ايضا بطوله كاس مصر النادي الاهلي برضو شارك فيها وماشي فيها حتى الان كويس. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفنا في الاستوديو التحليلي، الكابتن كريم ضيف نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، وايضا كابتن طاهر رجب نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين. بعد الفاصل هنتكلم معاهم عن كل الامور، يمكن هم عندهم ايضا معلومات جديده، هم قريبين من الفرقه وعندهم امور جديده، امور فنيه وغير فنيه. خلينا نطلع لفاصل استقبل خلال الضيوف وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم ان شاء الله ان احنا في تمام الساعه 6 هنقل مباراه كره السله رجال الاهلي ومصر التامين. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل زي ما قلنا لحضراتكم الساعه 6، والمباراه بتاتي في ثالث جولات دوري السوبر المصري. في البدايه بحب برحب بضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي اللي مشرفتني في الاستوديو، الكابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق
ورئيس قطاع الناشئين والناشئات السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا زيد. منور يا كابتن طاهر. ده نوركم والله، واحنا متشكرين على التغطية الجميلة دي اللي بتغطوا بيها الباسكت باستمرار. احنا بنستنى يعني ان شاء الله يعني نتقابل مع حضرتك، نستفاد طبعا من خبراتك ونستفاد من تحليلك الفني في كرة السلة، ونورنا يا كابتن النهارده. الله يخليك. برحب بضيفي وضيف النهارده استوديو الابطال كابتن كريم ضيف نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم، شرف لي ان انا اكون مع حضرتك النهارده ومع كابتن طاهر رجب. كابتن طاهر رجب من المدربين اللي ليهم فضل وبصمه على الواحد في مرحله الناشئين، ومش مجرد مدرب، هو يعني في مقام الاب بالنسبه لي وبالنسبه للجيل كله اللي اتمرن تحت ايده. فشرف لي ان انا اكون معاه النهارده يعني. صحيح، شرف لينا كلنا ان كابتن طاهر معانا. نموذج. لا، ربنا يديك الصحه يا كابتن. ولا كريم طول عمره لاعب ملتزم ومنضبط وكان لعيب كويس قوي. صحيح صحيح صحيح. كابتن طاهر، اجل حضرتك المباراه مهمه اكيد بلا شك، مباراه يعني ثالث مباراه في الدوري الدور الترتيبي، النادي الاهلي طبعا يعني فكر جديد باداره جديده، بس مباراه مهمه وبتاتي في وقت صعب برضو ان الفريق بيعاني من بعض الغيابات. شايف المباراه ازاي النهارده؟ طبعا هي مباراه قويه، يعني نتائج مصر التأمين بقى خلال بطوله القاهره وخلال دوري مرتبط كانت نتائجه كويسه، واعتقد ان هو كسب الزمالك مرتين في ثلاث مرات تقريبا. فطبعا الماتش مهم، احنا كنا طبعا مولين اوجستي ان احنا بنقول ان هو كان بيعتمد على الماتشات اللي بتبقى مش قويه قوي في ان هو يظهر كتير من الناشئين او يعتمد عليهم ويجربهم بحيث ان هم ينفعوه في الماتشات القويه. صحيح. اعتقد ان هو بقى ملم دلوقتي بامكانيات معظم الناشئين اللي صعدوا من الفتره اللي فاتت، وبعضهم بقوا نجوم في الفرقه واساسيين جدا. يعني حضرتك بتراهن النهارده ان الناشئين هيعوضوا غياب النجوم اللي موجودين النهارده، لانه من البدايه هو عامل حساب اليوم ده. بالظبط، هو دي ميزته، بس ان هو ما بيعتمدش على واحد في مركز. لأن الواحد ده معرض انه يصاب، معرض انه يغيب، معرض انه يحصل اي حاجة. صحيح، في اي فرقة بيحصل كده. بالظبط. وفيها مثلا احمد حمدي كان عامل ماتشات كويسة قوي، ممتاز يعني صراحة. الدوري المرتبط كان عامل، في الدوري المرتبط برضك عمل ماتشات هايلة، وكان مستواه اعلى من السنة اللي فاتت بكتير يعني. اعتقد ان هو برضك أولى الرعاية، فغيابه بتاع، بس هو عامل حساب اليوم ده لأي لعيب، ودي ميزة. وفي الأول وفي الأخير ده ماتش يعني أنا في اعتقادي إن هو هيبقى مش سهل يعني. صحيح. صحيح. كابتن كريم، يمكن المباراة الوحيدة اللي لعبناها السنة دي مع مصر التأمين كانت في منطقة القاهرة، والنادي الأهلي فاز فرق بونت، ولكن يمكن بونت لان كان اللعيبه الدوليين ما كانوش بيلعبوا، كان عمرو جندي وهاب امين وعزب وعمر عزب واللعيبه الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب كانوا في راحه، فلعبناهم بالناشئين وفزنا بونت على ملعبنا. اذا مصر التامين لا يعترف كثيرا بالملاعب، ولا يعترف اذا كان بيلعب في ملعبه او بره ملعبه، هو بيلعب بكل قوه مع جهاز فني محترم، لاعبين محترمين. يعني عايز اعرف راي حضرتك على المباراه النهارده وازاي ممكن تمشي. طبعا زي ما قال الكابتن طاهر، هي المباراه طبعا مش هتكون سهله. تمام. مصر للتامين يعني خلينا نقول من الفرق اللي هي لما بتبدا السيزون مثلا بتعرف هي السيزون بتاعها ماشي ازاي. فدلوقتي هي كسبانه فرقه من الفرق الكبار، كسبانه الزمالك 3 ماتشات. تمام. كسبانه الماتش اللي فات سموحه او اللي قبليه. من متابعتنا للسكور اللي هم بيجيبوه، فرقه بتجيب سكور كتير، اغلب الماتشات الهيستوري بتاعها معديين ال 70 بونت. 70 بونت كتير. تمام. بالظبط. ف 70 بونت ده لما تجيبه في اغلب الفرق، حتى لو الفرق كبيره. دي لقطات يا كابتن من ماتش سبورتنج انا اسف اللي فاتت اللي زنها على شاشه قناه النادي الاهلي واللي انتهت، دي كانت اول جولتنا الحقيقه، كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل، وفزنا فيها 76-44 بسكور كبير. يمكن سبورتنج يعني يعني كان هيفي سكور شويه في الوقت اللي هو بعد المباراه اللي بعد كده ظبط اداؤه. يعني دي لقطات منها، وانا هسيب يعني الساده المشاهدين يستمتعوا باللقطات دي وحضرتك بتشرح فنيا مباراه النهارده. اتفضل يا كابتن. تمام يا كابتن ياسر. فالنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان احنا انها فرقه بتجيب سكور كتير. تمام. وطبعا النهارده بيلعبوا ضد النادي الاهلي، فده هيبقى دافع للعيبه انها تطلع احسن ما عندها. تمام. فالمؤشرات كلها بتقول انها فرقه عندها ستراكشر، عندها قوام، عندها اداء هي عارفاه هتعمله سواء بتلعب في ملعبها او بره ملعبها.
فماتش مش هيكون سهل يعني. يعني انت حضرتك متفق مع كابتن طاهر، خاصه احنا كان لنا تجربه معاهم من المباراه ونتائجهم، حتى المباريات اللي بيخسروها مثلا التامين النهارده بيخسروها فرق سكور قليل يعني، يعني حتى سواء هم او الحقيقه او المصير الاتصالات بقوا فرقتين يعني ما تعرفش تقدر تكسبهم ولا لا. مظبوط، يعني احنا لو بنشوف السكور اللي هم جايبينه زي ما حضرتك بتقول، مثلا الاهلي مثلا ليه 161، مصر التامين 164، يعني هم جايبين سكور تمام. طيب خلينا فرصه بالزبط. كويسه برافو عليك كابتن، انت تركت الحته دي. يعني لو ينفع نستعرض مع الساده المشاهدين ترتيب الدوري الممتاز رجال، ونجيب الفرق مترتبه ازاي بعد جولتين من دوري السوبر، وهنوري حضرتك نقطة مهمة جدا يمكن كابتن كريم شرحها دلوقتي، بس لما نعرض الجدول لحضراتكم هيبقى الموضوع أسهل كتير، لأن هتشوفوا أرقام، هتشوفوا أرقام الفرق جايبة دي أهو ده الجدول. اتفضل يا كابتن كريم اشرح لنا الجدول بقى. مظبوط، احنا نبص على الترتيب، هنلاقي الأهلي في المركز الأول لعب ماتشين، كسب ماتشين، ليه 161 وعليه 123. ليه يعني؟ يعني حط 161 نقطة بالظبط ودخل فيه 123، ودخل فيه 123 تمام. يجي في المرتبة الثانية نادي الجزيرة، لعب ماتشين برضو كسب ماتشين، هو الثاني عن الأهلي بفرق السكور تمام، الأهلي جايب سكور زيادة فهو ليه 141 وعليه 125. بعد كده يجي في المركز الثالث المصرية للاتصالات، كسب ماتش وخسر ماتش، 175 ليه، جاب 175 بونت وعليه 160. المركز الرابع مصر للتأمين، كسبان ماتش وخسران ماتش، ليه 164 وعليه 164، يعني دخل فيه تقريبا نفس السكور اللي هو جابه، هو ملوش فرق صفر كده بالظبط. بعد كده يجي نادي الاتحاد، كسبان ماتش برضه وخسران ماتش، ليه 155 وعليه 161. المركز السادس سبورتنج، كسبان ماتش وخسران ماتش، ليه 131 وعليه 151. بعد كده يجي في المركز السابع سموحه، لعب ماتشين خسران الماتشين، 146 وعليه 160. بعد كده يجي في اخر جدول نادي الزمالك، خسران برضه ماتشين، له 121 بونت وعليه 150 بونت. اذا ترتيب الدوري بعد انطلاق جولتين زي ما حضراتكم شايفينه، في المركز الاول النادي الاهلي بفارق يمكن 13 نقطة أو لا 22 نقطة عن نادي الجزيرة، الجزيرة في المركز الثاني، الاتصالات في المركز الثالث، مصر التأمين في المركز الرابع، الاتحاد السكندري في المركز الخامس، سبورتنج في المركز السادس، سموحة في المركز السابع، الزمالك في المركز الثامن. يمكن ده بعد جولتين قد تكون الأرقام ليست مؤشر حقيقي للفرق، ممكن بعد يمكن الدور الأول بعد 7 مباريات أو 7 جولات قد تكون الرؤية تتضح قليلا، ولكن يبقى أو تبقى كرة السلة يعني اللعبة المجنونة اللي بتتغير من حال إلى حال في ثانية، مش هنقول في موسم، ولكن من ثانية لثانية الدنيا تروح. بس خليني أعلق على بعض المواضيع معاك يا كابتن طارق على هذا الجدول. يمكن لو 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 بعد جولتين أقل الفرق دخل فيها سكور هو النادي الأهلي 123 نقطة، وده بيدل على قوة دفاعات النادي الأهلي، وخاصة أن مستر أجوستي بوش هو بيهتم في المقام الأول ثم الثاني ثم العاشر بالدفاع. رأي حضرتك في الكلام ده يا كابتن؟ هو احنا متفقين ان مفتاح المكسب الديفنس، يعني السكور مهما كان عالي، يعني مثلا في ناس هنا زي مصر التأمين جايبه 164 انما دخل فيها سكور 164. نعم يعني برافو كابتن، ملاحظه صحيحه. ديفنس يبقى ما عملش ديفنس يبقى ما قدرش يعمل فارق، يعني انت 38 بونت بينك وبين مصر التامين، يعني 38 بونت لصالحك. فده دي يا كابتن طاهر معلش انا اسف، دي لقطات من ارض الملعب على فكره، لقطات حيه، كاميرا قناه النادي الاهلي بتنقلها من ارض الملعب، وده بدا النادي الاهلي بينزل زي ما تعودنا، النادي الاهلي بينزل قبل الورم اب، بيعمل ورم اب بدري شويه يمكن خمسه او بينزل قبليها 45 دقيقه، بيلجا لبعض الشوتينج شويه زي ما حضراتكم شايفين بدون اي مجهود، بياخد الكره اللاعب وبيشوط، بيظبط ايده شويه، بيحرك ايده، وبعد كده بيبتدي التسخين بالكره بقى بجد بعد ربع ساعه من الان، يعني خلاص ان شاء الله. وفي برنامج ثابت للتسخين ده واضح ان هو حتى التسخين مش سايبه للظروف، سايبه الامور. انا اسف يا كابتن قطعتك، بس دايما بحب اشارك الساده المشاهدين في الشاشه معانا ايه اللي بنعرضه. اتفضل. زي ما قلت حضرتك ان طبعا ميزه النادي الاهلي الموسم ده من بدايه الموسم الديفنس، دي ميزته، وهو بدليل ان هو متفوق، يعني مثلا هو الجزيره كسب 2 هو برضك كسب ماتشين، انما انت متفوق على الجزيره بانك انت منعت سكور أقل. دوت الدفع يعني احنا داخل فيها 123 نقطة، الجزيرة داخل فيها 125. إذا بالأرقام كده يا كابتن يبقى النادي الأهلي هو أقوى دفاع بالدوري حتى الآن بعد جولتين. طيب هنشوف أقوى هجوم في الفرق.
اقوى هجوم هو الاتصالات، الاتصالات 175 75 نقطه في ماتشين يا كابتن. وده لو رجع يا كابتن كريم يا كابتن طاهر بيرجع لقوه المحترف اللي مع الاتصالات. هو صراحه سكورر رغم ان هو سنه مش صغير بس خبراته قويه جدا، زائد هو فت بدنيا بطريقه يعني واضحه. ف ده جزء. الجزء الثاني ان في برضك ناس سكور، يعني انا شايف ان حمد اللي هو نجمنا الكبير الفنان كمان الفنان في المصريه الاتصالات بيلعب في المصريه الاتصالات برضك حد كبير عامل دور كويس في الديفنس والريباوند، وهو كان الراجل الاسباني المدرب المنتخب اللي كان ماسك قبل كده صراحه اشتغل معاه كويس، وكان هو اللي ظهره. بس هو طبعا الاصابه وبتاع رجعت العمليه، بس هو دلوقتي كويس. عموما مفيد يعني حتى تصفيق. كمان في الديفنس والريباوند وفي الاوفنس ساعات بيبقى يعني افكتيف وماشي كويس. إذن بعد الحوار مع ضيوفي يبقى النادي الاهلي بعد جولتين هو اقوى دفاع، دخل فيه 123 نقطه فقط، وده بمقارنه بكل باقي الفرق يبقى النادي الاهلي هو اقوى فريق دفاعيا واقوى فريق هجوميا حتى الان في بعد جولتين. هو مصر اتصالات ب 175 نقطه. وكده استعرضنا مع حضراتكم يعني وضع الفرق، ولكن مع المباريات ما تشتغل هيبان الشكل او ملامح الفرق اكتر واكتر، كل ما بتلعب مباريات اكتر واكتر بتبقى الملامح بتتضح. طيب هنروح لضيفي كابتن كريم عشان نستعرض معاه الجهاز الفني لرجال سله الاهلي. اتفضل كابتن كريم. تمام. بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي فهو طبعا جوستي بوش المدير الفني، كابتن احمد الجرحي مدرب عام، كابتن رامي الدياسطي مدرب، كابتن طارق الغنام مدير اداري، كابتن وليد الخراط اداري، محمد علي محمد مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي العلاج الطبيعي، محمد جاد دكتور الفريق، نادر خزام اخصائي التغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي التدليك والمساج، وحامد الكاس المهمات. طب كابتن كريم يمكن انت زملت عدد كبير من الجهاز، يعني انت لعبت مع احمد الجرحي ولعبت مع رامي الدياسطي ولعبت مع طارق الغنام، انت شايف الجهاز ده بيميزه ايه يا كابتن؟ طبعا باستثناء مستر اجوستي بوش احنا طبعا ما لحقناهوش، بس انت شايف ما يميز هذا الجهاز؟ طبعا الكابتن احمد الجرحي وكابتن رامي الدياسطي وكابتن طارق الغنام كانوا الجيل اللي هو بيلعب في النادي واحنا طالعين ناشئين، واللي شفنا منهم زي ما بيقولوا كده ان هم كانوا بيساعدونا ازاي ان احنا نتكيف مع جو الدرجه الاولى، لانه طبعا مختلف عن الناشئين قبل كده. فما يميز هذا الجهاز طبعا ان هم اعمارهم السنيه مش بعيد عن الفريق، وان هم طبعا يقدروا يوازنوا ما بين الحماس بتاع الشباب، يقدروا يتعاملوا معاهم كويس، وطبعا عندهم كم من الخبرات كبير، الى جانب طبعا الحميه والغيره وروح الفانيله الحمراء اللي هم كانوا ده يعني ده السم اللي كانت موجوده في الجيل ده وهو بيلعب درجه اولى. فده طبعا تشكيل كويس جدا بحيث ان هم يقدروا يستوعبوا الجيل اللي موجود، يقدروا ياخدوا الخبرات بتاعت الكابتن جوستي بوش طبعا ويقدروا يترجموها للفريق اللي موجود. الفرصه طبعا كويسه ليهم انها تقل خبراتهم جامد جدا بحيث ان هم في المستقبل يبقوا هم يعني بيز كويسه بالظبط كده في الصف الاول المدربين ان شاء الله. طب كابتن طاهر يا جيل حضرتك اكيد من حق مصر التامين ان احنا نستعرض جهازهم الفني، والحقيقه نهنيهم على نتائجهم اللي فاتت. يعني لو اجي لحضرتك ونستعرض الجهاز الفني لسله مصر التامين. المدير الفني كابتن محمود السيد، مدرب عام محمد حامد، مدرب وليد عبد السلام، المدير الاداري علاء حسين، مخطط الاحمال سعد محمد، الدكتور محمد المصري طبيب الفريق. ممكن يا كابتن الجهاز ده في مجموعه بقالها فتره مع مصر التامين بيتهيألي، يعني كابتن محمود بقاله فتره طويله معاه، بقاله مده، هو اللي يمكن اسس الفريق ده. وكان برضك هو في الناشئين يعني لعبنا قدام بعض مرحله كبيره في الناشئين، كان ماسك 20 سنه وبعد كده هو مسك درجه اولى برضك فتره طويله، وفعلا يعني كان عامل معاهم شغل كويس ونتائج كويسه،
ومصر التأمين يعني مهتم جدا بكرة السلة، نادي مصر التأمين اهتمامه واضح وخاصة في الناشئين. صحيح. كمان صحيح، مصر التأمين في الناشئين فرق قوية جدا وبتحتل مراكز جيدة. وخلينا ارجع لك يا كابتن، في شخصية مهمة في مصر التأمين الحقيقة كان ليه دور كبير في تأسيس كرة السلة، هو كان لاعب كرة سلة كابتن او دكتور عادل موسى. عادل موسى طبعا يعني زميل ملاعب برضه. زميل ملاعب مع حضرتك يعني، انا مش هتكلم عليه طبعا يعني، انا يعني راجل قامة كبيرة واضاف لكرة السلة كتير، اهتم بكرة السلة. فانا اسيب حضرتك تتكلم عن دكتور عادل موسى وقد ايه كان دوره بارز في تأسيس كرة السلة في مصر التأمين. اتفضل يا كابتن طاهر. هو طبعا واضح شغل الدكتور عادل موسى في نادي مصر التأمين وخاصة كرة السلة، لأن هو كان لعيب كرة السلة وزميل، كان لعيب يعني له باع طويل في وياما لعبنا قدام بعض، زائد ان هو اهتمامه كان ابتدى بالناشئين من تحت. صحيح. يهتم بيهم اهتمام غير عادي وبيطلع لعيبة، وكمان اهتم بالأجهزة الفنية بتاعت يعني المدربين بيتم اختيارهم اختيار طبعا كان مصر يعني مصر التأمين هتلاقي معظم مدربين جايين من أندية أخرى وبتاع، فكان بيدقق في الاختيار وكان فعلا بيتصرف عليهم كويس قوي. ساعة لما ابتدينا يعني في التدريب في الناشئين كان بيبقى ند وبيطلع في مراكز كويسة مصر، زاد اهتمامه كمان بفرقة البنات. صحيح، فرقة البنات السيدات النهارده جاي جدا 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 يعني صراحة. هو الجندي المجهول يمكن الجمهور ما يعرفوش كتير عليه، الدكتور عادل موسى من الناس اللي ما بتحبش تظهر اعلاميا، ده رقم واحد. رقم اتنين هو راجل دامث الخلق الحقيقه، وصل لمناصب كبيره جدا في الشركه كشركه وفي النادي ايضا، هو ماسك النادي دلوقتي رئيس النادي نفسه. فهو الحقيقه من الشخصيات اللي كان ليها، ونتمنى ان يبقى في شخصيات كتيره زي دكتور عادل موسى الحقيقه تهتم. برافو عليك، ده في الاخر مكسب ده. يعني النهارده لو ما شفناش ماتش التامين النهارده في الدوري السوبر كنا نخسر كتير. بالظبط، يعني اكيد ده في اضافه للمنتخب. سموحه النهارده لما دخل طلع لنا مجموعه من اللعيبه كويسه، اساس النجاح في الدوريات اللي بتحصل وبتاع ان يكون عدد الفرق كويسه كتير. نعم، كل ما قوي الفرق ما يبقاش الدوري مقتصر على 3-4 فرق والباقي كله وان سايد جيم وان سايد جيم وان سايد جيم، تبقى العمليه مش شكلها ظريف يعني. صحيح، واكيد ده بيبقى انعكاس للمنتخب احسن. كابتن كريم، يمكن احنا النهارده بنشوف دوري كره السله اقوى دوري الحقيقه، يعني شاء من شاء وابى من ابى النهارده على الساحه بتلاقي 7-8 فرق، يعني احنا بنتكلم على 8 فرق، لا ده انا هتكلم على 8 اللي تحت كمان، في فرق التاسع والعاشر وال11 وال12 كانوا يستحقوا ان هم يبقوا موجودين، ولكن يبقى ان نادي الفرق طبعا او دوري الكرة السلة أقوى دوري في الألعاب الجماعية. بس خلينا نروح لأرض الملعب أعزائي المشاهدين، هنروح لزمايلنا طبعا أو مراسلنا بالأرض الملعب محمد توفيق ونورهان طمان. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو كابتن طاهر رجب وكابتن كريم ضيف وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل جماهير كره السله المصريه اللي بيتابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي ومصر للتامين في اطار مباراه الجوله الثالثه للدوري السوبر في المرحله الترتيبيه او المرحله التمهيديه. وطبعا كابتن هيثم يمكن حضرتك وكمان يعني الاستوديو التحليلي استوديو الابطال في قناه النادي كان ليه فضل كبير جدا ان كل جماهير كره السله في مصر تتابع وتعرف نظام البطولات. طبعا دي المرحله الترتيبيه، كل فريق بيلعب مع 7 الفرق الاخرى مباراتين بنظام الذهاب والعوده للترتيب من 1 ل 8، وبعد كده طبعا عارفين نظام البطوله، الاول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس في مباراه بيست اوف 5، او اللي بيكسب 3 مباريات اولا بيتاهل للمرحله الثانيه. طبعا كان لحضرتك بالتحديد طبعا واحد من اهم لاعبي كره السله في مصر الفضل ان كل الجماهير تتثقف وتعرف قوانين كره السله وتمشي ازاي. يعني المباراه النهارده كان على الاجواء، يمكن النادي الاهلي طبعا وصل من بدري جدا، كانوا موجودين بقياده المدير الفني اوجست بوش هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل النادي الاهلي، كمان فريق مصر للتامين، يمكن اجواء اكثر رائعه بين الفريقين. ده كان على سبيل الاجواء، كمان بقى المعلومات وموقف الفريقين نعرفه من الزميل عزيز نورهان طبعا. برحب بيك طبعا، سعيد ان معاكي منوره النهارده في استوديو الابطال، يعني قول لنا معاكي ايه النهارده. برحب بيك يا محمد وبرحب بيك يا كابتن هيثم
وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا توفيق قال معلومات كتيرة عن كواليس فيما قبل المباراة، ولكن خلينا نروح للمعلومات أيضا عن الفريق. الفريق طبعا النادي الأهلي كالعادة متصدر جدول المسابقة برصيد 4 نقاط من فوزين حقق فيهم العلامة الكاملة، بينما مصر للتأمين بيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط. كمان عايزين يمكن نقول لكم عن غيابات اليوم أو أبرز غيابات اليوم. إيهاب أمين بيغيب بسبب عملية الزايدة، طبعا بألف سلامة إيهاب، وطبعا نجم كبير من نجوم الفريق. كمان مروان سرحان شرخ في إصبع اليد، أما محمد أبو النصر فالتهاب في وتر أكيليس والجهاز فضل إراحته في المباراة اليوم. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن شاهدنا قبل يعني انطلاق المباراه، ولا زلنا طبعا احنا قبل انطلاق المباراه، تعليمات يا محمد وتوجيهات من المدير الفني مستمره حتى في يعني عمليات الاحماء. شفنا دعم نفسي كبير جدا من المدير الفني طبعا مستر اوجستي للاعبين، مش بس فني، يمكن شفنا توجيهات كتير جدا يا محمد ممكن تكلمنا عليها. بالفعل كابتن هيثم، بالفعل مشاهدينا الكرام، يمكن النادي الاهلي النهارده يعني ان شاء الله يواصل مسيرته، وانطلاق كابتن هيثم ولا اروع السنه دي، بطوله منطقه القاهره امام نادي الجزيره، بعد كده البطوله العربيه واداء ولا اروع، والنادي الاهلي بيستطيع بالفوز بالبطوله، بعد كده كمان دوري المرتبط امام نادي الاتحاد في مباراه كبيره في النهائي ان شاء الله. كمان يعني جهود مجلس الاداره والتدعيمات الكبيره اللي عملتها السنه دي سواء على صعيد الجهاز الفني او كمان اللاعبين تتوج ان شاء الله ببطوله دوري السوبر اللي كل جماهير النادي الاهلي منتظرها، وان شاء الله النادي الاهلي يواصل موسم رائع يحقق فيه العلامه الكامله بكل البطولات. عايز اقول لك كمان كابتن هيثم، يمكن النهارده على سبيل يعني التاريخ، النهارده في مثل هذا اليوم النهارده 17 ديسمبر 2016 كان النادي الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا لكره السله اللي كانت طبعا اللي كانت بتقام هنا على صاله النادي الاهلي. ويمكن في التوقيت دوت او في هذه البطوله كابتن طارق غنام المدير الاداري الحالي لفريق النادي الاهلي حصل على لقب احسن لاعب في البطوله. ان شاء الله يا رب دايما تبقى كل ايام تاريخ النادي الاهلي وحاضره كلها بطولات ومزيد من البطولات، والنادي الاهلي يبقى دائما وابدا رقم واحد في كره القدم وفي جميع الالعاب وان شاء الله في كره السله كمان. دي كانت كل الاجواء هنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. تعود الكلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك في استوديو الكره. اتفضل كابتن. محمد توفيق ونورهان بشكركم شكرا جزيلا، وفكرتوني الحقيقه بايام جميله. يمكن نهائي بطوله افريقيا كان ليا الشرف ان انا اغطيه في استوديو النادي الاهلي، وكنت انا اللي بغطي النهائي، وكنت الحمد لله ليا الشرف ان انا سعدت بهذا الفوز. بشكركم انتوا فكرتوني باليوم ده، الحقيقه من اسعد ايام حياتي. كنت اتمنى اكون في الملعب لان كنت لسه مبطل بعديها بسنه، ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء ان انا اكون في الاستوديو بحتفل مع الفرقه. بشكركم شكرا جزيلا زملائي العزيز محمد توفيق ونورهان طمان. يمكن كابتن كريم فكرونا بيوم سعيد جدا علينا النهارده ببطوله افريقيا اللي كانت تخش يمكن بشكلها بتوبها الجديد لاول مره في النادي الاهلي. كان يوم سعيد علينا كلنا كابتن كريم. طبعا هو كانت بطوله مميزه جدا، خاصه كمان انها كانت في مصر وفي النادي الاهلي بالذات، خصوصا كمان انها انتهت ب يعني لغايه اخر ثانيه ما كنت احنا كنا كسبانين، وكانت الكوره مع فريق انجولا وشاطها على الباسكت، فطبعا كانت حاجه صحيح. جميله جدا صحيح. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، والفتره الاخيره الحقيقه النادي الاهلي في كل الالعاب الحقيقه بيعمل طفره كبيره، وان شاء الله سيظل كذلك النادي الاهلي مقلعه الرياضه المصريه. خلينا نروح لكابتن طاهر، يمكن محتاجين نستطلع مع حضرتك اسامي لعيب الفريق. يعني النهارده جنانا قايمه خلاص، يمكن محمد توفيق اكد لنا غياب ابو النصر، يمكن دي معلومه جديده النهارده. وانا مع الجهاز الفني الحقيقه انه لازم يريح، احنا محتاجين كل جهودنا بس في الادوار الاقصائيه. خلينا نستعرض مع حضرتك كابتن طاهر اسماء قائمه رجال سله الاهلي النهارده كابتن. هو القائمه عمرو علاء زهران، عمر عزب، عمرو الجندي، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، محمود وليد ده من الناشئين برضه، احمد مهيب، مايكل تومسون، سيف صلاح، عبد الله ناصر، عمر طارق. وستظل انت يا كابتن الحقيقه من اكثر السعداء عندما يعني تقرا اسامي الناشئين اللي تتلمذوا على ايدك، وموجود كمان كابتن سيد صبري النهارده هو رئيس قطاع الناشئين ايضا والناشئات. يعني مفيش اسعد منكم الحقيقه يا كابتن لما تشوفوا مجموعه اللاعبين دول وهم موجودين دلوقتي مع الدرجه الاولى بيحملوا لواء الفريق الاول في النادي الاهلي. انا طبعا ببقى سعيد جدا لان انا الناس دي كانت ماسك قطاع الناشئين وهم كانوا تحت 16 اول ما ابتدوا. وطبعا كابتن سيد صابر عامل معاهم شغل كويس جدا، بيكمل المسيره طبعا. بيكمل المسيره. بس كنت كمان عاوز انوه للكابتن احمد الجرحي صراحه طبعاً يعني اذكره بكل خير، لان هو كان ليه خبرات
مع الكابتن سيد مصطفى قبل كده لما كان ماسك الجهاز، ومع الكابتن اشرف توفيق وطبعا كان لسه في تشكيل الفريق فطبعا الخبرات اللي خدها من الاثنين مدربين دول زائد خبراته هو شخصيا في فرق الناشئين اللي قدر يكسب بيها المرتبط 3 سنين متتاليه، وحتى قلنا ده في جيل هيبقى مميز مش هيبقى زي الجيل اللي جه بعد كده، انما هو طبعا قدر ان هو يعمل جيل تاني وجيل تالت. الخبرات دي بيمد بيها برضك اوجستي بملاحظات بيوفر عليه وقت كبير بالظبط. صحيح ممكن مقاطع من ماتشات متقطعه يديها له وبتاع ويذكر له فلان ويذكر له ما بيبذلش مجهود عشان يكتشف لاعب صغير، هو خلاص معاه الصندوق الاسود بتاع اللاعبين الصغيرين احمد الجرحي. لا فعلا فعلا يعني انا يعني اعتقد ان هو ليه دور مهم جدا بخبراته كمان الايجابيه. صحيح اللي حصلت في انك انت تقدر صحيح. تكسب حتى اول دوري مرتبط كان هو كان طلعنا الثاني بعد كده والثلاث سنين اللي بعد كده اول الحمد لله اول كلام حضرتك صحيح يا كابتن طاهر، بس انا عايز اسمع يعني راي ضيفي كابتن كريم عن مركز 4. مركز 4 عندنا النهارده في شورتج كبير، بس خلينا نسمع راي حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نرجع نسمع من راي ضيفي كابتن كريم ضيف ما يعانيه النادي الاهلي النهارده من غيابات في مركز 4، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بفكر الساده المشاهدين اللي ما تابعوناش من بدايه الاستوديو التحليل، النهارده هننقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال في الجوله الثالثه من دوري السوبر الاهلي ومصر التامين، ودي لقطات من ارض الملعب بتسخين الفريقين لتالي الجوله في الدور الترتيبي في دوري السوبر لكره السله. وزي ما حضراتكم شايفين ومتابعين المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه 6 في مقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه مهمه لكلا الفريقين، يمكن استعرضنا مع الساده المشاهدين النادي الاهلي في يتصدر ترتيب الجدول بعد جولتين، ومصر التامين في الترتيب الرابع بهزيمه وفوز، ولكن النادي الاهلي بفوزين. اروح لضيفي كابتن كريم ضيف اللي كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مركز 4 وما يعانيه النادي الاهلي من غياب النهارده 2 من نجوم هذا المركز. ازاي النهارده مستر اجوستي بوش يا كريم هيقدر يتغلب على هذا النقص العددي في مركز في الاصل النادي الاهلي بيعاني من البدايه من سنه او 2 من عجز في هذا المركز؟ اتفضل يا كابتن كريم. تمام يا كابتن هيثم. هو طبعا عدد اللعيبه الموجودين تحت السله النهارده طبعا هم في الاصل يعني زي ما بنقول عليهم مركز 5 او هم سنتر وهم دول المتاحين، فاحنا بنتكلم على عبد الله ناصر وسيف سمير وعمر طارق، فطبعا انك يعني تحاول تعمل تبديل وتوافيق ما بينهم ان هم اثنين يعني احسن اثنين يلعبوا جنب بعض بحيث ان واحد فيهم يبقى 5 وواحد فيهم يبقى 4، ده موضوع مش سهل. وفي سيف صلاح النهارده في التشكيل، خلي بالك وفي سيف صلاح النهارده في التشكيل. تمام. ده احد صفقات السنه دي اللي جت مظبوط. ممكن يبقى ليه فرصه النهارده ان هو يعني يشارك بعض الوقت برده من بس خليني اقول لك كابتن حضرتك برده نجم كبير وعارف يعني دول زي ما حضرتك قلت في اول كلامك هم بيميلوا شويه للعب مركز 5 يعني عبد الله ناصر بيميل للعب 5 ولكن برده يستطيع يلعب 4. تمام. شايف هيعمل مانوفر ازاي؟ يعني ايه لو انت مدرب هذا الموضوع؟ انا هقول لحضرتك احنا دلوقتي لو هو اختار اثنين مثلا من مركز 5 بيلعبوا مع بعض هيبقى الملعب تقيل. تمام. هتبقى فيه مشكله في السرعات، فهو ممكن يتغلب على الموضوع ده ان هو مثلا يلعب زون كتير. تمام. بحيث ان الزون مش محتاج تحركات كتير فمش هيبقى عندي زي ما بنقول كده ان لعيب تقيل من عندنا ماسك لعيب خفيف مثلا من الفرقه الثانيه، فيبقى في مشكله في الروتيشن بتاع الديفنس. ده حل. الحل الثاني الوحيد اللي موجود دلوقتي ممكن هو يكون عمله الماتش اللي فات ان عمرو الجندي ينزل يلعب 4 شويه. تمام. بس ده طبعا مش هتقدر تعتمد عليه كتير لان هو هيقلل لك من قوه مركز 3. صحيح. تمام. فده يعتمد ان حد من اللي موجودين في مركز 2 أو 3 بنتكلم على احمد مهيب الجمال زهران ان هو يكون فايق النهارده قوي فنقدر نسيب عمرو في مركز 4 شويه. تمام. يعني ده الوقت اللي ممكن تلعب فيه مركز 4 وانت مش قلقان بحاجه تلعب مان تلعب زون زي ما انت تختار. وجود عمرو الجندي. في وجود عمرو الجندي لانه يعني فيري موبايل بيقدر يتحرك بسهوله بالزبط. بيقدر يدافع على الاربعات الخفيفه بالظبط كده. فيما عدا هذا بس كابتن انت عارف ان عمرو الجندي يعني تسند عليه 4 يعني تسند انما هو مركزه الاساسي بيتفوق في مركز 3.
فهل ده يعني برضو يبقى احد الحلول؟ احد الحلول. دي من مميزات عمرو الجندي ان هو ممكن يساعد في وقت معين من المباراه. هنشوف رتم المباراه هيمشي ازاي، لان زي ما بقول لحضرتك كمان عندنا مشكله مثلا الثلاثه اللي تحت الحلقه لو حد فيهم مثلا عمل فاول ترابل هتبقى مشكله كبيره. صحيح. تمام. صحيح. فدي هتخلينا مثلا نلجا لحل عمرو الجندي مثلا يبقى اربعه. الحل الثاني زي ما بقول لحضرتك الموضوع ان الملعب بيبقى تقيل لما بتلعب اثنين من مركز خمسه. نعم. تمام. تلاقي الفاست بريك فيه مشكله فاضطر تلعب زون. نلجأ لزون في الحاله دي. بالظبط. ممكن نلجأ لزون. طب خليني برضو اجي في حته مهمه جدا وهي مركز صانع الالعاب. تمام. يمكن النهارده انت عندك عمر عزب احد اللاعبين اللي بيجيدوا اللعب في مركز واحد واثنين. تمام. فده برضو بيحل لك لوغاريتم بعض الاوقات. وخلي بالك عمر طويل. يعني انا لو مدرب لو شفته من غير ما اكون شفته في الملعب لا كمان ممكن العبه ثلاثه. يعني عمر عزب من اللاعبين الطوال القامه اللي اقدر يعني احطه في ثلاثه وانا مش قلقان هيقدر يدافع على الثلاثات الطوال الناحيه الثانيه. تمام. فاذا عمر عزب حل النهارده. مظبوط. عمر عزب حل. لو عمر عزب بقى مثلا في مركز اثنين او في مركز ثلاثه هتضطر تلجا لحاجه ثانيه انك تضغط على الفرقه من اول الملعب. برافو. بحيث ان انت هتبقى انت اخف منهم لان هم هيلعبوا بالاستراكشر اللي هو العادي لعيب تقيل ولعيب خفيف اربعه وخمسه وبوينت جارد واثنين وثلاثه. لو انت هتغير هتبقى انت اخف منهم في الاطوال يبقى تضغط عليهم من اول الملعب ما خليهمش يوصلوا مرتاحين. بالظبط. بالظبط. طب كابتن كريم لابد ان نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه رجال سله مصر التامين وفريق الحقيقه بيحقق نتائج كويسه السنه دي. فطبعا لو باستاذن حضرتك نستعرض اسامي الفريق مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن كريم. تمام. محمد مصطفى مودي، محمد علاء، محمود الزيات، احمد خالد، محمد بنداري، احمد سامي، عبد الرحمن يسري، عمرو عبد القادر، المحترف جونز، محمود الشرشابي، محمد اسامه، ومحمد يونس. يمكن يعني مصر للتامين حاطه 164 نقطه في هجوميه وده برضو سكور عالي. يعني عندهم حلول هجوميه. لو حضرتك شفت كده في الجدول اللي احنا استعرضناه في البدايه مصر التامين حاطه 164 نقطه هجوميا في مباريتين. احنا حاطين 160 اللي يا كابتن تاني نادي في السكور. تاني نادي في السكور بالظبط بعد ال 175 هم. اذا النهارده يا كابتن عندنا يعني واجبات يا كابتن طاهر وكابتن كريم واجبات دفاعيه لابد ان تكون على اكمل وجه يا كابتن طاهر. طبعا زي ما قلنا ان احنا اللي بيميز النادي الاهلي وبيميز برضك كابتن اوجستي ان هو بيعتمد على الديفنس اعتماد اساسي. هو طبعا اكيد يعني دارس فرقه مصر التامين رغم ان احنا لعبناها ماتش واحد بس هو يعني مطلع على جميع الفرق وامكانياتها عشان تقدر توقف دول. وكذلك زي الاتصالات برضك سكور بتاعها 175 ومصر التأمين 164. احنا جايين في الثالث في الترتيب 161 في الهجوم. يعني احنا لعبنا مباراتين قدام اقوى هجوم النهارده الثانيه اهي. انما في الديفنس بقى فانت اقوى ديفنس على مستوى طب تمام يا كابتن. يمكن مصر التأمين بيضم في قائمتها ثلاث لاعبين هم اصلا قادمون من النادي الاهلي. يمكن محمد مصطفى مودي كان معانا السنه اللي فاتت، في محمود الزيات ايضا كان في النادي الاهلي، في محمود الشرشابي. فكابتن كريم شايف برضو النهارده وجود ثلاثه من القوام الاساسي في الفريق لعبوا في النادي الاهلي بيتهيألي هنا بتبقى فيه شويه يعني الرهبه مش موجوده. يعني بيبقى اللاعب ده لفرقته ولاعيبه لعب قصادهم بيبقى ادائهم احسن كمان. بالظبط كلام حضرتك مظبوط. اللعيبه اللي احنا ذكرنا اسمائها وممكن برده معاهم كمان احمد سامي كان برده من ناشئين النادي الاهلي. صحيح. هم اتمرنوا مع اللعيبه دي، لعبوا معاهم ماتشات، قضوا معاهم مواسم، فطبعا بيبقى هو حافظ اللعيب اللي قدامه. بتبقى زي ما حضرتك قلت بيبقى في جزء من الرهبه يعني مش موجود شويه. تمام. الى جانب طبعا النتائج الكويسه اللي هم عملوها قبل كده فممكن تبقى في سنه ثقه شويه في بدايه الماتش. دي لازم الاهلي يحاول يكسرها من اول الماتش. تمام. بحيث ان هو يدي مسج من اول الماتش لا احنا النهارده مش هنسمح ان الماتش يمشي هيد تو هيد او هتمشوا معانا مثلا شويه او حاجه زي كده. تمام. فلازم بالظبط فلازم المسج في اول الماتش تبقى قويه جدا لان زي ما حضرتك بتقول اللعيبه اللي هي مثلا عارفه اللعيبه اللي عندنا دي عندها جزء من الرهبه متخطين شويه. وخليني برضو يعني استعرض معاك كابتن كريم انه طالما مصر التأمين تاني أقوى هجوم دلوقتي بعد مصر الاتصالات فإذا المحترف قوي لأنه حضرتك عارف إن المحترف أحد الحلول أو أحد الأوراق اللي بتبقى قوية جدا في هجوم أي فرقة. بس هقول يمكن باستثناء النادي الأهلي الأهلي عشان نبقى أمنا لأن النادي الأهلي نوعية صانع الألعاب بتاعنا مهم جدا ان هو يغذي الفرقه بالباصات والاسيست اكتر لان احنا عندنا مجموعه من الهدافين الكتار جدا كل واحد منهم زي محترف. فالنهارده محترف
مصر التأمين عندنا هيكون أزمة لو ما قدرناش ندافع معاه كويس. مظبوط، هو محترف مصر للتأمين لازم ندافع عليه كويس بحيث ان احنا نخليه ما يجيبش السكور اللي هو متعود يجيبه كل ماتش. وفي الناحيه الثانيه برضو لازم اللعيبه الثانيه اللي ماسكه اللعيبه الثانيه لازم تركز معاها برضو، لان احنا هنركز مع المحترف لعيبه ثانيه هتبقى الكوره في ايديها اكتر. ما ينفعش توقف المحترف مثلا تلاقي لعيب ثاني جايب 20 بونت. نعم. ما ينفعش توقف المحترف تلاقي 2 3 لعيبه مثلا فوق ال 20 يبقى انت كده ما عملتش حاجه. انت وقفت المحترف بس في 2 لعيبه ثانيه او 3 لعيبه ثانيين مصريين جابوا اعلى من المعدل بتاعه. فهي المشكله هتبقى هنا. لازم ندي لكل اللعيبه احترامها، لازم ندي لكل اللعيبه ندافع عليها كويس قوي. هنركز مع المحترف زياده بحيث ان احنا هو اللي عنده قدرات اعلى شويه، ولما الكوره تبقى تخرج بره ايده ما ترجعلوش ثاني، ونحاول نخلي اللعيبه الثانيه برضو السكور بتاعها يقل، لان السكور ده سكور فريق. مش دايما هتلاقي مثلا المحترف هو اللي بيبقى على سكور في اغلب الماتشات. نعم. طب كابتن النهارده كابتن طاهر اجي لك برضو، كابتن كريم، احنا عندنا لما بيبقى عمرو زهران في الملعب ومعاه ابو النصر بيبقى عندنا قوه دفاعيه قويه جدا، لان الاثنين ما شاء الله يعني حاصل جامد جدا في الدفاع. اه بالظبط. النهارده ابو النصر بيغيب لانه طبعا عنده التهاب في الاكيلس، والجهاز الفني فضل عدم مشاركته زي ما سمعنا من محمد توفيق ونورهان طمان. طيب مين النهارده اللي يقدر يعوض غياب ابو النصر دفاعيا؟ شايف مين من قائمه الاهلي يقدر يعوض غياب ابو النصر؟ انا بتكلم هجوميا بقى، بنتكلم على الدفاع اللي هو السيستم الاساسي لمستر اجوستي، مين اللي ممكن يعوض ده؟ انا شايف ان عمر عزب برضك الديفنس بتاعه قوي وممكن يعوض غياب ابو النصر، زائد كمان من الناشئين اللي بيعملوا ديفنس كويس قوي محمود وليد، بالاضافه طبعا لعمرو زهران. محمود وليد ده ناشئ برضك بيلعب، ممكن يلعب ثلاثه وممكن في اوقات يلعب اربعه. خلي بالك يا كابتن محمود وليد هو دفع بيه في ماتش سبورتنج الاولاني اللي احنا كويس. كان كويس، كان كويس، وهو كمان شجعه بطريقه كويسه انه اعتمد عليه تاني. هو يعني محمود وليد ده كمان بيظهر بالديفنس. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، لما يبقى لعيب ناشئ ويجي يلعب لسه بقى طالع درجه اولى وما يعني ما لحقش ماتش ماتشين ثلاثه وبتاع، تلاقيه ودي برضك بيوحي بيها مساعد المدرب او المدرب العام لواحد زي محمود وليد، يقول له ان الراجل ده بيحب الديفنس، الراجل ده اهم حاجه عنده الديفنس، فهو بينزل البوابه الرئيسيه ليه عشان يعرف او يقدم اوراق اعتماده للمدير الفني الجديد الدفاع. بالظبط. انما هو السكور بقى جات له فرصه. أيوة. كويس ان هو يجيب باسكت، انما هو مركز طبعا في الدفاع لان ده مدخله لان هو يبقى اساسي. وعلى هذا الاساس عمرو زهران برضك عمل كده بس اقدم من محمود. خلي بالك دي 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 نصايح اللي بناخدها على الهواء. يعني لما كابتن طاهر رجب وهو راجل قامه كبيره في قطاع الناشئين لما يقول يا جماعه خلي بالكم يا لعيبه صغيره مدخلكوا عشان تقدم ورقه اعتمادك، تقول انا يا جماعه بقدم ورقه اعتمادي لاي جهاز فني في الدرجه الاولى، مدخلك الدفاع. عايز تقول انا موجود وتشجعه دفاع، فانت بتراهن النهارده على محمود وليد يا كابتن طه. طبعا، وغير كده كمان بيبقى ناشئ فلسه كمان بخيره فريش. يعني فريش. فطبعا هيؤدي دفاعيا ويؤدي هجوميا، هتلاقيه في الريباوند ممكن يلعب ماتش بعد الماتش ده عادي. مفيش مشكله، وده ساعات بتحصل في الناشئين عملناها مع حضرتك كتير يا كابتن. زمان يا كابتن كريم يقول لنا انت صغير تخش في حته تكسرها يا جماعه وانا سوبر باد. بس يعني تبقى كرة السلة طبعا معشوقة لقطاع كبير من الجماهير. كابتن كريم رأيك ايه من كابتن طاهر في الموضوع غياب ابو النصر؟ عمر عزب يقدر يعوض ومحمود وليد يقدر يعوض؟ تمام. هو يعني نصائح اللي كابتن طاهر رجب هي دي اللي قالها لنا واحنا صغيرين، لما كده نطلع درجة أولى اعملوا ديفنس. الديفنس هو مدخلكم انكم تفضل تكسب وقت في أرض الملعب. تمام. فالناشئ لو عايز وقته مثلا في ارض الملعب يزيد من 5 دقائق ل 8 دقائق ل 10 دقائق لربع ساعه، يعمل ديفنس. وزي ما كابتن طاهر قال، بعد الديفنس لو انت مقضي الواجب الدفاعي بتاعك 10 على 10، هتكرم في الدفاع في الهجوم، هتكرم في الهجوم اي حاجه تيجي. يعني من يعني ايه بريفليج بعد كده. الله ينور عليك. تمام. تبقى بعد كده بريفليج. بالظبط كده. تمام. ستيب باي ستيب، واحده واحده، لكن هو الديفنس الحاجه الوحيده اللي في ايدك. طب كابتن سيف صلاح، سيف صلاح النهارده هو انضم للنادي الاهلي السنه دي في صفقه انتقال حر، و يعني محتاج لسه وقت، محتاج يخش في الفرقه. النهارده فرصه يا كابتن، النهارده عم نعاني من غيابات، وسيف برضو من اللعيبه الفيري موبايل اللي تقدر تلعب في 4 و5.
شايف النهارده فرصه لسيف انه يقدم اوراق اعتماده كمان؟ طبعا في لعيبه بتتحط في سيتويشنز كده اللي هو بيبقى يستنى فرصه تجيله فيقدر يمسكها، فالنهارده نقدر نقول ان هي دي فرصه ان شاء الله، فان شاء الله لو كان ليه نصيب ان هو يلعب النهارده يقدر يمسك في الفرصه دي كويس، بحيث ان هو يعني يدي مسج للمدرب انا لو احتاجتني انا موجود، انا كويس، انا فيت، انا بتمرن كويس للفرص اللي زي دي. نعم. ولو خدت الفرصه ومسكت فيها هتلاقي بعد كده قدام تاخد الفرصه اللي بعديها واللي بعديها لغايه ما تبدا تثبت رجلك احد العناصر الاساسيه في الفريق، فان شاء الله تبقى فرصه كويسه ليه النهارده ان هو ان شاء الله يلعب كويس باذن الله. طب اقول لك يا كابتن انت لو يعني مكان مستر اجوستي بوش يعني تبتدي في البدايه، يعني خلينا نقول برضه نتوقع تبتدي في البدايه بقوتك كلها، يعني تبتدي بالخمسه ولا تدفع بالناشئين في البدايه؟ يعني يعني في بعض المدربين تقول لك ادي الناشئ فرصه في الاول عشان ايه لو غلط الحقه، وفي مدربين يقول لك لا انا سيب الناشئ بعد ما افرق. على فكره دي مدرستين وموجودين يا كابتن. استراتيجيه غير دي. دي غير دي ودي عكس دي. شايف النهارده مستر اجوستي بحكم متابعتنا المباريات هيعمل النهارده، هل هيبتدي بالصغيرين يزقهم ولا هيستنى عليهم لما نبتدي الجيم يوقف او اللعبه تقف على رجليها؟ هو عاده من اللي انا شفته في التيبو بتاع ماتش قبل كده هو بيدفع في الناشئين في الاول. تمام. وممكن يدفع بعدد ناشئين كتير غير اللي الواحد ممكن يكون رايه مختلف، يعني انا من او اللي انا شفته او اللي انا اتربيت عليه جوه النادي او اللي انا شفته المدربين بتوعنا ان احنا مثلا بندفع بناشئ او اتنين ماكسيمم، ما كانش واحد بس، بحيث ان الناشئ في اول الماتش يقدر يعني نازل سخن، يقدر ياخد تيمبو الماتش، عمل غلطه في وقت ان هو يعوض، برضو الكبار اللي قاعدين بره يشوفوا الماتش ماشي ازاي فيقدروا ينزلوا يبقوا دخلوا في جو الماتش بالشكل ده. الناشئ لو بدأ الماتش كويس خلاص بخليه يكمل او اقدر اسحبه وانزله تاني. تمام. لو وحش في فرصه تانية ان انا انزله تاني غير لما انزله في وقت متاخر. بالظبط كده. لكن هو انا شايف ان هو في البدايه واضح ان هو ممكن يدفع بالبدايه مثلا باكتر وده يعني الأربع. حاجه كويسه وحاجه ليها برضو الريسك بتاعها. بالظبط. رايك يا كابتن طاهر النهارده بيدفع في البدايه بكده ولا لا ده يعني انا شبه متاكد ان هو هيدفع بالناشئين في الاول لان في ماتشات قبل كده كتير هو دفع في الناشئين. زي سياسه برضك نفس الشيء، انت ساعات بيبقى اللاعب مثلا نمره 2 في المركز دوت. في كوتشات كتير في مصر قدام كان استراتيجيته ان هو يدفع باللعيب ده الاول او الاول الدكتور عادل صبري. الدكتور عادل صبري انا كنت عنده ده الله يرحمه كان من احسن مدربين اللي بيعمل، كان ممكن ينزل بخمسه صغيرين. بالظبط. لانك انت كان قلبه قاتل بصراحه الله يرحمه كان فظيع. بتبقى عامل حساب التراب الفاول، عندك لعيب وبتجهد الفرقه الثانيه وبالذات بقى كمان لما السياسه دي تبقى مع الناشئين مش مع مركز اثنين. صحيح. واللعيب يبتدي اولا هيشيل حمل الفاولات من على اللعيب الاساسي. صحيح. وينزل بقى بالظبط وينزل يقدر يقود المباراه. معلش يا كابتن بعتذر حضرتك خلاص لحظات وتنطلق المباراه. بشكركم ضيوفي وهنبقى لنا لقاء بين الشوطين، ولكن الان نطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن وائل ابو العزم نقل لحضراتكم احداث مباراه كره السله الاهلي ومصر التامين في الجوله الثالثه في دوري السوبر لكره السله. فالى هناك.